الزائر لمدينة حتى قبل حين من الزمان لن يجد هذه المدينة المترامية بين الجبال والبحيرات والطبيعة الخلابة كما كان سابق عهدها. التطوير والإعمار وانفتاح المدينة بات من أهم سماتها. السائحون والمستكشفون منتشرون في المدينة بأسرها، خاصة في هذا الوقت من العام والذي يشهد إطلاق مهرجان شتانا في حتى، الأمر الذي حفز المؤسسات الحكومية لاستثمار هذا الحدث ولدعم مشاريع الأسر المواطنة المنتجة وإبراز هذه المشاريع ومساعدتهم على تسويقها. هذه مبادرة من مبادرات البراند باي، ندعم فيها أصحاب المشاريع بتوفير المساحات لهم بشكل مجاني، نوفر لهم الدعم الإعلامي. اليوم دورنا نحن كمكتب إعلامي وكبراند باي نحن نقدم لهم هذا الدعم الإعلامي، فنحن نحرص على أن نحن نسوي لهم المقابلات إذا هم موجودين ويانا مشاركين، نحرص أن نحن نروج لهم على شبكات التواصل الاجتماعي، نحرص على أن إذا كان في مؤثرين أو صناع محتوى متواجدين يجون ويجربون هاي المطاعم المشاركة أو الكافيات أو المنتجات المشاركة ويروجوا لها. اليوم نحن عندنا أكثر من 30 مشروع موجود اليوم ويانا في بكل فخر من دبي ماركت، أكثر من 17 أو 18 مشروع موجود هم من أهالي حتى. اليوم حضور المهرجان بشكل يومي يزداد، يعني أول يوم بدينا ب 3000، اليوم إحنا واصلين ل 9000 شخص في اليوم. هيئة تنمية المجتمع في دبي متواجدة هي الأخرى في المهرجان، وساهمت بدعم مجموعة من المشاريع بالتعاون مع براند دبي ومبادرة بكل فخر من دبي. في دعم قوي لأهالي المشاركين، الأسر المشاركة مع هيئة تنمية المجتمع، وفي إقبال كبير من الزوار والسياح والمواطنين كدعم للأسر المشاركة، ومنتجاتهم كانت ذات جودة عالية مما ساعدهم على أنهم يسوقوا لمنتجاتهم بشكل أفضل. أصحاب المشاريع المشاركة في المهرجان أشادوا بالدعم الحكومي الذي يحظون به والمتابعة المستمرة لمشاريعهم. الشكر والتقدير لهيئة تنمية المجتمع على توفير هالمكان للأسر المنتجة. بالنسبة حق المعرض في الوقت الحالي، الوقت المناسب أنهم خبرونا قبلها فترة على أساس الأسر تنتج اللي عندها. الشيء الثالث والأهم أن اليوم نحن البضاعة تنشر كلها في السوشيال ميديا، لكن الحكومة دبي جزاها الله ألف خير عطتنا المكان، عطتنا الوقت، خلت الناس تشوف الأسر المنتجة على العلن. المهرجان والمشاريع وكل ما تشهده المدينة من دعم واهتمام وتطوير شكل عامل جذب للزوار والسائحين وحركة اقتصادية لم تعهدها حتى من قبل. هذه الحركة التي تشاهدونها هنا غير مسبوقة في هذا المكان. خطط حكومة دبي الاقتصادية الداعمة للمشاريع والمهرجان وطبيعة المدينة الخلابة ساهمت بشكل رئيسي في استقطاب الأسر المواطنة المنتجة لعرض أعمالها ومنتجاتها وتحقيق الاستفادة المادية لمشاريع كانت حبيسة للأفكار ومواقع التواصل الاجتماعي. لتلفزيون دبي ليث السادة حتى.